أكد مراسل الإخبارية عبور قافلة مساعدات سعودية جديدة محملة بمواد غذائية وطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك ضمن الحملة الشعبية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا وتخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 555 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين 1,181,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة.